هل نوصل للهدف الحقيقي هو معالجة التلوث في محافظة القاهرة؟ السبب اللي خلانا اليوم نقوم ندوة علمية بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني بالتحضير إلى ندوة أكبر هو بسبب انتشار الملوثات السائلة والملوثات الصلبة في نهر الفرات. أعتقد الآن أصبح التحدي كبير وخطير جدا يهدد كل أبناء محافظة ذي قار. النتائج اللي ظهرت كانت نتائج صادمة جدا لمستويات التلوث في نهر الفرات. للأسف هذا مستوى التلوث لم يضع الحد، أي جهة لم تضع حد لهذا التلوث. نتمنى من خلال جلساتنا التشاورية اللي راح ترفع بها توصيات للجهات المعنية أن يكون هناك حلول حقيقية لمشكلة تلوث المياه ولمشكلة المجاري اللي يصب في نهر الفرات. وحسب آخر كلام لوزارة البيئة أنه 90% من المياه الواصلة لمحافظة البصرة وذي قار وميسان هي مياه ملوثة، بالتالي أصبحت مشكلة كبيرة جدا تهدد مستقبل هذه المدن وحياة سكان المدن. مسألة التلوث هي يعني ناجمة عن تدخل الإنسان في كثير من النشاطات، واحدة منهن هو يعني رمي مياه الصرف الصحي في تلك المسطحات المهمة. يعني حتى وإن كانت وفيرة يعني مياه الصرف الصحي يجب أن تعالج قبل أن تطرح، فما بالك إذا هي تطرح في أهم المسطحات المائية الموجودة في جنوب العراق وفي نهر الفرات. ونحن نعلم بأنه نهر الفرات يصل إلى المناطق الجنوبية إلى المحافظات الجنوبية وهو مليء بكثير من الملوثات، والحقيقة هذا الموضوع يعني مهم جدا علينا التركيز عليه بشكل جدي. سجلنا أكثر من 15 دعوة قضائية في محافظة ذي قار تم تحريكها من قبل مركز شرطة حماية البيئة إلى المكتب القضائي على محطات المجاري التابعة لمجاري ذي قار، إضافة إلى شكاوى متعددة على صحة ذي قار وأيضا على جانب الطاقة الحرارية، إضافة إلى موضوع مخالفات بيئية أخرى خصوصا المخالفات اللي لها علاقة بالجانب الصناعي من ضمنها محطات غسيل السيارات مشيدة على ضفاف الأنهر، بعض المخالفات الأخرى اللي يعني موضوع البزول المخالفة للضوابط اللي ترجع للفرات أيضا بدون معالجة. وبالتالي كل هذه مصادر التلوث البيئي من الجانب سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أثرت سلبا على الواقع البيئي في البيئة المائية، كما ذكرت مع قلة مناسيب الإطلاقات المائية. هناك علاقة بصراحة يعني تناظرية باعتبار كل قلة صاحبها زيادة التلوثات، باعتبار هنالك تجاوزات سواء من الدول المجاورة أو من المحافظات، لا سيما محافظة ذي قار هي في ذناء هذا النهر، وبالتالي كل المشاكل هي ممكن يحملها النهر إلى هذه المدينة، وتأثيرها بقى واضح يعني على الإنسان باعتبار هناك ندرة بوجود مياه صالحة للشرب، كذلك تأثير على الحيوان، هنالك أمراض أهمها هي أمراض الحمى القلاعية اللي يعني صدر بشكل أخير، إضافة حتى تأثيرها باعتبارها غير صالحة للسقي، وإحنا نعرف إنه ذي قار من المناطق الرطبة والمناطق الزراعية، يعني كل هذه المؤثرات تحتاج وقفة حقيقية. إحنا عدينا دراسات وهنالك فريق بحثي لقياس مستوى التلوث وطلعنا بنتائج خطيرة بصراحة. نأمل إنه هذه التوصيات تضعنا في يعني في 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 محور المشكلة، ومن خلالها ممكن نعد هنالك خطة عملية بالتنسيق مع حكومة المركز أو مع الجهات ذات العلاقة اللي هي ممكن تحاول تخفف نسبة التلوث وتأثيرها على سكانها في محافظة ذي قار. يتثقف ويعرف حجم المسألة وحجم الخطأ.